Bon courage. Shukran. السلام عليكم. أم العمل لالا. أنا المساعدة الاجتماعية الجديدة. تفضلي. صباح الخير. صباح الخير. انت هي المساعده الجديده ياك؟ ايه هذا اول نهار عندي، بخلوا على شويه. لا لا ما عندك، علاش تخافي؟ انا ساره وانتوكا غادي نعاونك في هاد لي بروميير جوغ حتى تعرفي الخدمه كيفاش دايره. شكرا بزاف اختي ساره، والله ما عارفه منين نبدا. تشرفين بعدا، انا سميتي مالك. متشرفين يا مالك. دابا بيني وبينك بركه متشرفين متشرفين، تمشي تجي المديره وتورينا التشريف كي داير، زيدي معايا نوريك الخدمه. شكرا. شوفي مالك، هي بصح المديرة صعيبة شي شوية، ولكن واخا هكاك ما زديش عليها حتى تولفي مع الخدمة صافاش. ولا خصك أي حاجة أنا جو سويلة. شكرا بزاف. مرحبا بك. بارك الله فيك. مي سوا سيغ غادي تولفي دغيا، ما تخافيش إن شاء الله. كما شرحت لك قبيله مالك، هذه هي الجرده اللي كيخرجوا ليها النزيلات. ها مدام حياني. بونجور مدام حياني. بونجور مالك، مزيان؟ عجبك الحال عندنا؟ عجبني الحال. ساره مالك، دابا راه مسؤوليتك تعرفي على النزيلات، وريها للمرافق ديالنا وريها شنو دير. صافي سامح، شكوني هانيه غنوريها الخدمه كي غاده. مالك الخدمه ديالنا راه ما كتبغيش الحشمه بزاف، بغاتكش تكوني حشمانه. صافي مدام، كوني هانيه، راه دغيا كنتعلم. تبارك الله عليك، باينه فيك. شكرا. صافي ساره، نخليكم تخدموا ووريها شنو غدير بالضبط. كوني هانيه مدام، ما تنساش. واخا يلا تبارك الله عليكم. ميرسي. شكرا مدام. شحال ظريفه مسكينه. هي ظريفه ولكن ترو ستريكت وصارمه في الخدمه ديالها. شنو غنديروا دابا؟ دابا يلا نقول لك شنو غنديروا. كيما قلت لك مالك، دابا بعد النزيلات ها هما هنا في الجردة، واحدين اخرين باقيين في الشومبر ديالهم، خاصنا نمشيو نجيبوهم باش نهبطوهم لاكونتين ونفطروهم. شنو سميت هذيك المرأة اللي تما؟ شنو القصة ديالها؟ هاد السيدة سميتها سعاد، كلشي هنا كيعيط ليها ماما سعاد، مسكينة عندها مشاكل بزاف، ما كتنبش ما كتهبش، نهار وما طالو هي جالسة في داك الكرسي مقابلة داك الشرجم اللي هي الفوق. مسكينة. مالك دابا عندك اختبار، غادي تمشي لماما سعاد، غادي تديها للشومبر ديالها، غادي تعاونيها باش تغسل يديها وتغسل وجهها، ابخي تهبطيها لاكونتين باش تفطر، ياك؟ باش ابخي تعطيها التريتمون ديالها. داكوغ. يلا. يلا نمشيو. مشيو باش تغسلي يديتك وجهك، مشيو باش تفطري. ماما سعاد يلا نمشيو. يلا نمشي عليك، نمشي عليك، قربنا ما بقى والو. هذه هي ماما سعاد، ما كتنطش من الكرسي ديالها بسهوله.
ماما سعاد. يلا نمشيو. يخرجوا. شكون هادو اللي يخرجوا؟ هما يطلوا. شكون هادو اللي يطلوا؟ خافيش اخويتي كل شيء غيدوز بخير وعلى خير. سيري انا غنجيب لك الماء ونجيب لك فاطمه. بسم الله وصبري اصبري راك قريبه يلا زحمي يا بنيتي زحمي يا بنيتي هاتي قريبه زحمي. السلام عليكم. سي مختار، السلامة. جيت تفرش الماتش. شكون اللي لعب؟ سكوت هولندا والبرازيل. وفي داك سي مصطفى؟ سي مصطفى خرج من الصباح باقي ما بانش. واخا، شوف جيب شي قهوة على حساب سي مصطفى. بارك الله. حتى هذاك اللعب. الله يا ربي الحمد لله يا صدى ربي الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك العزيزة يا ربي. شتي العزيزة سمحي لي. الله يخلف والله يقوي الخير. الله يخلف يا ربي. آمين. الله يكثر خيرك. سادي تبارك الله على سلامتك بنتي اللي تفكيتي على خير. الله يسلمك امي امتي على خدك عليا. شتي امي امتي شحال زوينه. زاله انا مزينه تبارك الله. الشبيهه اللي باقا ما بانت ليا ما عرفت واش كتشبه ليا انا ولا السي مصطفى. ويلي غنسي السي مصطفى. شنو السي مصطفى؟ الله يهديك لقينا هاد السي مصطفى دابا يعتجينا ما لقيناه. بشويه راه كتغوتي ليها في ودنيها. بنيتي وقع هاد شي حاجه قياس الخير. البنيه اللي كنا نترجوها من امتى ما خلينا فوقيا ما خلينا طبق ومنين جات ما لقيناه. امامتي الله يهديك باش كان غيعلم عليا غنولد اليوم ياك حتى حنا ما كنا عوالين. على لا شهرك الاخر يبرك حداك يقابلك. دركا شوفي نصاصات الليل هادي كاع ما لقيناه فين ضيع؟ فين غيكون امي؟ فين؟ انا في خدمته راكي عارفه السي مصطفى كيتيق حتى في واحد الا مشى تشوق خاوتو بيدو ما يجيش. هاك امك الله يا بنيتي ما كلتي والو. ها هو جو بخير. تبارك الله عليك اللي احتاجينك ما لقيناك. المرأة ولدت بوحدها وانت عاد جايني في هذا نص الليل. سعاد على سلامتك. على سلامتنا. يسلمك. سمي الله. بسم الله ما كانش نهارك هذا كون عرفت كون جيت بكري. يا ربي بغاها اليوم. اش غنديرو نقولها ما تخرجيش؟ بسم الله الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح. الله اكبر لا اله الا الله ربي وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين. اش بغيت تسمي بنيتك؟ سمي عندي يا سعاد. انا الا جات عليا مكرهتش نسميها على امك الله يرحمها لطيفه. سميها زوينه وغاتجي معاها. اش بالك؟
عاطفه سميه زوينه. ايوا صافي سيدي بسم الله. قولي اختاش غتمشي تجيب الحولي باش نعرف اختاش غنديروا الاسبوع نوجدوا ليه. من اسبوع سواحد كي غندير هاد الاسبوع انا الخدمه عندي راه ما كتدخل والو راه القهوه راه تماره وصافي. ويلي اسي مصطفى ياك تضل غادي جاي القهوه وتقول لي الخدمه كاينه والناس غاديين جايين والكره اشنو غادي جاي ولكن الخدمه راه والو راه الناس راه ما كتجيش بزاف ناس كتفرج في دارها وزيد عليها المصاريف ديال الخدامه وزيد الماء والضو اش تدير اش تدير اسوء كشد خذ هاد الخميسه وانا داك داك السرت اللي جبتي ليا بيعهم وفكوا هاد الحصه شتي يا بنتي اسوء واش انا اللي خصني نعطيك ونزيدك تقول لي ها واش مصطفى واش غتسخفني اكثر ما انا سخفانه شدي وقول بسم الله وبيع هادشي شوف شنو يجيب لك ياك انت اللي جبتيهم ربحتو خلفهم لي ان شاء الله. إذا النتيجة المباراتين لصالح المغرب الآن، المغرب هنا يتقدم والبرازيل هناك تقدم وبصير من الخلف حلوة يا بصير ويدخل بصير وهذا هو الهدف الثالث وهذا هو الهدف الثالث هدف المغربي الثالث من بصير صلاح الدين هدف مغربي ثالث من بصير صلاح الدين في الدقيقة الأربعين حلوة يا بصير على هذه اللعبة حلوة يا أحد نجوم المباراة شحال دايرين؟ معلم صافي تزلت تمول 3-0 جات فين بصير وحيحة لا لا بصير معلم ولكن بلاتي سالي الماتش ديال النرويج مع البرازيل عاد نفرحوا انا نبقى والو معلم صافي ان شاء الله دايز نلعبوا الدراري اللي لعبوا تالي النرويج ماركاو النرويج تقدم على البرازيل بهدفين شوف انا شنو بهذه الحالة ماذا سيحدث؟ شوف دابا بنا ما غادي يكونوا نيرفي حضر لي عباد الله اللي يسلتوا بلا ما يخرجوا وات الله الا زق شي هذا شنو ندير انا هنا ولكن دوماج ما تزناش قولي لي دابا هاد راجلك باقي ما دخل الصليل هادي هو باقي ضايع في الزناقي شويه ما لطفا ما بغاتش تنعس لي انا مزاوكه فيك بالاخوات راه في القهوه فين بغيتي يكون راه خدام علينا اش بغيتي يدير بغي يجي يجلس هنايا على اللي يدخل يقابل بنته ويقابل دارو واه ها هو شو ارتاحي مع راسك هباش دايره مرات عمي صباح الخير هباش صباح الخير يا سعاد كي دايره الغزاله ديالي كي دايره يا رب شحفاني ما بغات كاع تنعس تبارك الله تبارك الله الحمد لله صافي قدينا الغرض ياك خليني عاد نبدل الحوايج الحمد لله الحوايج من هاربين مرتاح سولتك السي مصطفى هاك ها فلوسك هاك بسم الله هادشي اللي شافو صافي راه زيت منو ماشي حاجه خلصت واحد مول السلعه شوي عرفتي اش غديري انا غدا غنجيب لك فلوسك وهنيني كتغلق انا سولتك ما بيناتناش بغيتي حتى هادو خوتهم لحقاش انت جالسه هنا راك ما عارفه والو راه ما كاينه خدمه صافي اسمح لي انا قلت مع راسي يمكن كاين الرواج ما كنشوفو داخل خارج كنت دخلت نسسات الليل قلت راك خدام هي هي الرواج اربعه جالسين لك على برا ديال هادي واه الرواج ملي جا بصح وصافي بلا ما تقلق شوف بغيتي حتى هادو خوتهم بصحتك صافي صافي لما تحس بعافك Yeah.
الو ها قول شويه ما كنسمعش شكون مصطفى ما سقطاش فين مصطفى الو عاسم مصطفى كده واخ كيف لابس؟ وانا في والو كيف شوال؟ بس مصطفى ما غاديش يجي عنده شي شعور والله انت عرفت اويلي هذا باغي يفقصك ويطحنك ويقول استغفر الله فهمت على فكره عندنا الناس دابا يلاه سيدي واخ صافي سيدي زوين تبارك الله غير هو كتبغي لك شي سبوع كبير ماشي مشكله امي المهم وفرحان بلطيفه دا راجل مقود لاسبوع مقود وهذه ولدتك الاولى وما جاش تيحضر معاك لبنتو مرا عندو شي شغل هكدا وغاديش اويلي شنو شغل فهاد النهار واش بغات نكتي عليا اليوم صافي عندو شغل خليه يخدا واش بغيتي تجي تبند هنايا وسط العيالات صافي صافي بنيتي ما قلت والو اسمحي لي دكتور أمضرا راكم سعود وليد ياك وليد والمدام لاباس عليها كلشي بأمان الله هي نقدر نشوفهم معلوم واحد خمسة دقايق بحال هكاك تقدر تفضل شكرا ألف مبروك الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا دكتور سؤال مازال فايق بقى بالي مشوش معاك اش مشغول هذا اللي شدك ثلاث ساعه مشغول في القهوه ويلي واش انت ما جيتيش الاسبوع ديال بنتك باش تقول لي القهوه ملي كنمشي ندور شويه واش غادي نجي نديروا نتوما غير العيالات بعضياتكم بشويه واخا العيالات بعضياتنا ما قلتيش نحتاجوك في شي حاجه بغيت تجيب لي شي حاجه مسبقه غنخرج انا هكا فاش غادي تحتاجوني انا ما مشيت حتى تقديت كل شيء اش بغيتي مازال سيدي ما بغينا والو بغيناك غتكون معانا وتفرح حتى انت معانا وتحضر معانا واش انت هاد البنت ما غتحضر لا للولاد لا الاسبوع لا والو بغيت غنعرفك فين كتكون كنمشي انا نخدم باش نجيب لكم ما تاكلوا اجي اسيا سي مصطفى اجي اشنو ما ندويوش لا دوينيت فين غادي غادي القرين اللي ضربني هي فين غادي واش انت ولي دايره ديال الكوميساري انا فين مشيتي فين جيتي فين تعطلتي كرهتيني في الدار يا ودي دابا اسي مصطفى راه غدوين شوفي انا جبت لك فطورك بصحة وراحة برافو عليك مالك ما عندي ما نسالك قدرتي تجيبيها دخلت لي الخاطري بزاف شمت بنوكلها لا غير خليها دابا تاكل بوحدها
شنو غنديروا دابا؟ ما عندنا ما نديروا حنا حداهم، الا خصاتهم شي حاجه نعطيوها لهم. دابا هاد الناس كاملين تخلاو عليهم ولادهم وعائلاتهم، انا كلها وقصتو كاين اللي يسمحوا فيهم ولادهم وعائلاتهم، كاين اللي ما عنده حتى واحد، وكاين اللي ما قدش على المرض ديالهم وجابهم هنا لحقاش مساكن خاصهم عنايه خاصه، كاين اللي عنده ولي ليه ويسمح فيه ما شفتي والو، بحال غير اليوم عيطوا واحد جوج قالك باغين يجيبو امهم، حقا ما حقا عايشين في الخارج وما كاينش اللي قابلها. باز البنادم شحال ولا قلبو قاصح، كون كانت عندي ماما كون درتها في عينيا. سعاد سعاد انا امي انا ما كيف البيت بنيتي؟ عاوتاني كتبكي ثلاث ايام هادي ملي خرج من هاد الدار وانت غاس على البكا، ما عييتيش ابنيتي؟ طلع ما لقيت لي صبر امي، ما كديتش على داكشي اللي دار لي. شتي شتي الله يرضي عليك شتي. شنو هادشي امي؟ مشيت عند القهوة عطاني هادو. علاش امي؟ قلت لك سمعي لي امي، كيما بغيت من عنده والو اخوتي. الله يهديك، حضر رزقك ورزق بنتك ابنتي، كيفاش ما بغيتي والو؟ قولي يا امي، قالك عليا شي حاجة؟ واش مادو عليا كاع ياك؟ قولي لي واش مادوش عليا؟ واش انا مشيت نتحدث معاه؟ انا عطاني هادو وخرجت في حالاتي. وفين كيبات؟ قولي يا امي ما تخبيش عليا، قولي فين كيبات؟ الضرب وجايها فين غيبات؟ في القهوه مع سراق الزيت. صباح النور ملكة، امتى فقتي؟ انا فايقه في الصباح بكري وجدت الحبيب ديالي الفطور وكنتسناك تفيق الفطر انا وياك. يلا نوض. الله يعافيك ما ترديهاش ليا في وجهي، ديني معاك البلاد، ارحم لك الوالدين لما ديني معاك البلاد. واش انتي هبيله ولا مالك؟ عباد الله انا ولدت هبيله. الله يعافيك امي يعافيك. هذه راها دارك ودار بنتك، سمعتي؟ ما تخويلوش الدار دابا، يدور تاعيا ويجي كيرغب ويزاوق ويبوس لي يدين والرجلين. انا فين قلت لك؟ كنظن جنبي والله ما عرفت. وين هاد الشيطان؟ ما عرفتش امي، ما عرفتش، عييت من التخمام. قطعتي لي قلبي يا بنتي، الله يسر عليك. بركه يا بنيتي، راه قلبي طاب، الله يرضي عليك. عافا بنتي وصافي، غنوجد الماكله. واخا صافي واخا، ونحكي لي ديك الضحكه ديالك. هافك يا ربي، هافك الله يسرك، الله يرضي عليك يا ربي. تفرج يا ربي الله يخليك ليا. بلال فينا هو نعس؟ بسلامتو، فاق ورضعت وبدلت له حويجات ورجع نعس. وهمشي ننوض باش ما نطلش. يلا انا غادي ندوش ونفطر بجوج صافي. بصحة وراحة. هذاك الساعة Thank you.
صحة. صباح الخير المعلم. صباح الخير، كي داير الخدمات الصباح؟ بخير، فقنا الصباح بكري، حلينا، فطرنا الناس اللي موالفين تيفطروا عندنا، انت تشوف الامور كلها غدا على خير وبخير. شوف المعلم، راه ملي تكون هنا راه بحال كاين انت. راني عارف، قيدتي كلشي تما؟ كلشي مقيد المعلم، انت غتشوف. يلاه، كمل شغلك. الله يخلف. معلم نسيت ما قلت لكش، جات الحاجه خديجه كتسول فيك، قالت لي غير يجي قولي ضروري يجي عندي للدار. واش قلتي ليها؟ قلت لها ما كاينش شي اللي كاين المعلم. صافي غير هادشي اللي سولات. هادشي المعلم اللي سولاتني قالت لي واش كاين؟ قلت لها ما كاينش. المعلم واش انت بقيتي في الدار؟ واش انت ما يمكنش تمشي تكمل شغلك؟ حتى هذا كلام المعلم. كيف العاده؟ زارتنا البركة سي الحاج. مرحبا بك. مرحبا بك. كي خليتي مالي الدار بخير؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير وكلشي في امان الله. ولي ولدي اش هاد الحالة؟ واش غنقول لك الحاج؟ الحمد لله على كل حال. انا جيت زعما باش نبارك ليكم لقيتكم في هاد الحالة. شوف ولدي سعاد راه بنت اختي وانت بحال ولدي، ما تحشمش مني وما تقلقش الا قلت لك هذه الهضره. انا راه ما بغيت لكم غير الخير، وهذه الحاله اللي نتوما فيها راه ما عجبانيش، وانا راه انا ما بغيتش نعرف شنو بيناتكم، ولكن هادشي كله راه ما يستاهلش. كل واحد فيكم يتنازل غير على قبل ديك البنيه ديالكم الله يخليها عليكم. اجار لك بنيتي خلي اللي قلتها هي اللي تكون. ايوا نوضي بوسي راجلك راسو. يلا نوضي بوسي ليه راسو وجلسي حداه. سي مصطفى بوش راس مرتك. يلا يا رجل هكذا نبغيكم، هكذا نبغيكم، الله يتاويكم للخير. اللي خطيك عليا خويا ونضحط لكم الغداء. يا هذيك باش نتغداوني تجميع ونشد انا الطريق. لطيفة في البيت؟ اه ناس نمشي نشوفها. أنا ما نعاون ما يخلي. السلامة السي المختار. الله يسلمك. هي شي قهيوة. وإلا عتقتيني بها وعلى حساب السي مصطفى. حتى هذا كلام. واحد السلام عليكم. مختار جابك الله. لاباس، اش واقع؟ اودي واش اللي عنده الحريره بحالي غادي يكون لاباس. ياك باس وعاد مرتك عرفات. ما احنا على فالك. لا ما عرفتش. ايوا اش واقع؟ الامور بخير وعلى خير. والله ما عرفت المختار واش هذا الشيء اللي درت صح ولا غلط. انت زعما راك عارف كل شيء. سبع سنين وانا كنتسنى بلا ولاد. ما خلينا طبا، ما خلينا فقا، والو. حتى تزوجت بواحدة أخرى باش تولد ليا عاد هي خرجت حاملة. أسي مصطفى، أنت ما درتي عيب، درتي الشرع والقانون، وداك الشيء من حقك. وييه، ولكن راه وليت مقسوم على جوج، ما حيلتي لهادي ما حيلتي لديك، ودابا كملوها وجملوها، ولدوا ليا في سيمانة واحدة. علاش
الاسلام. الله يسلمك. على اليدك تقيني الحشارة. بسم الله. زيد 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 عند بابا. اوي اوي. كي كنتي؟ لا مش ضروري. بابا شحال. رحت لك العشاء؟ لا لا تعشيت. تعشيتي في القهوة؟ اه. ايوا بصحة والراحة. فيها بس. صحتك. اوه اه بابا لطيفة؟ اه بابا شا. هذا الجهاز. هاك النهار كامل، كاع ما كتمحلني. يا حبيبة كتشوف فيك. توحشاتك وسكينة. شنو كاملين؟ عرفتي اسي مصطفى هاد اليوم ما كنتيش في الدار؟ ولا ما كنت نعس؟ توحشتك هاكا نجلس ونهضر معاك، تكون معانا. الله يخطك علينا. هاك راه واقيلا فيها الجوع بغات ترضى. انا نيت عييت بغيت نمشي نعس. جاية كندير انا توحشت راجلي حبيبي وجيت نشوفه وما عنديش الحق. قلت لك ما تجيش لعندي للخدمه حتى يكون عندي الوقت ونجي لعندك. واخا سيدي نقولوا انا ماشي مشكل نصبر. وبلال شنو نقول ليها؟ باك ما بغاش يجي يشوفك ولا ما عندوش الوقت؟ ما كتوحشوش؟ والله الا توحشتكم والله اعلم. هاد يومين فاش ما شفتكمش كما كان كيجي النعاس. حتى انا ما كيجينيش النعاس ملي ما كتكونش معانا. ما تبقاش تغيب. انا غادي نحاول نلقى الوقت ونجي غير الناس كتشوف دابا وغادي نبداو يسولوا. سيري تقولي نحاول بغيتك اليوم تجي تعشى معانا. صافي واخا انا غادي نجي. يلا سيري. صافي صافي توعدني. وصافي قلت لك اه مشيت. يلا معلم شكون هي القرطاسة هادي؟ أنا اللي غادي نقلطتك اللي ما ديتهاش فراسك. يا سيدي تخدم ماشي شغلك. حتى هذاك لا.
صباح الخير. تعطلتي؟ غير تعطلنا شوية في الخدمة اليوم. ما عادجيش عشرة وجد قبيلة وانا كنسينك. لا ما بقى فين نزيد والله. غير هادي حبيبي غير هادي. شبعت يا مالكة؟ ما عجبكش عشايا؟ بالعكس الطاجين ديالك يا سلام الله يعطيك الصحة. على خاطرك. الله يخليك. شتي كون كنتي كتجي عندي دايما هنا كل نهار ندير الحبيب ديالي شي هو بشكل. غادي نبداو عاوتاني. انتي كنتي عارفة الظروف ديالي وموافقة عليها؟ كنت موافقة عليها. دابا بزاف ديال الحوايج تبدلوا وبلا ما تبقى تكذب على راسك. حيت انت كترتاح عندي انا اكثر ما كترتاح معايا هي. انا تعطلت بزاف خصني نمشي. عطيني الفيس تاع مالك. انا عطيها لك لكن بلاتي مازال ما سخيت بك. سعاد كي صبحتي لاباس؟ مزيان مزيان الحمد لله. عرفتي البارح كانت خدمه كثيره في القهوه و ضربنا تمر عييت وانا ندات القهوه. عارف مش مشكل. لطيفه نعسه؟ اه سير انت انا بغيت تشوف. غنمشي نشوفها ونبدل عليا نيت حيت خصني نرجع للخدمه. نسيتك غادي يكون عاوتاني اليوم واحد الماتش وغادي نتعطل شويه ولكن غادي نجي غادي نجي. ماشي مشكل. تعاونك علينا. امين. خالتي حليمه خالتي حليمه واخالتي حليمه خالتي حليمه زوينه اسمع لك خالتي حليمه الله يرحم لك الوالدين. واحد بنت عمي مريضه شويه خصني نمشي نطلع عليها. بغيت نطلبك واحد الطليبه. ياك لاباس عقوله بنتي شنو بغيتك تشدي لي لطيف الله يجازيك بخير. ويلي حشومه عليك بنيتي تقول لي شدي لي لطيف. عاري عاري حنا جيران زعما. الله يلا حشمه انا منك خالتي لطيف. لا لا تحشمي والو. يلا 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 واخا بنيتي. هو صك ديالها خالتي راه فيه كل شيء. صافي 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 حبيبي صافي سيري كوني هانيه. هيا 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 يا بنيتي هيا حبيبه ديالك. صافي صافي
بالسلامة. الله يسلمك يا حبيبي. تعطلتي كي داز نهارك؟ ايوا شويه الحمد لله الحمد لله. بلال فين هو؟ في البيت. شي نشوفو تمعشته. بلال ولدي اش 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 بوب 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 بوب. اجي عند بابا اجي عند بابا. توحشتك يا ولدي وانت؟ شكون غادي يدق في هذا الوقت؟ ما عرفتش انا ما كنتسنى حد. شوفي شكون؟ بلاتي ما مالك اللي كتسولي على شي حد؟ شكون انا مالكة؟ انا مصطفى. بلاتي سعاده خليني غير نشرح لك. عندك ما تشرح لي هذه الخدمه اللي عندك هادشي علاش مابقيتيش جلدار؟ دوي معايا قولي واش هادشي علاش مابقيتيش جلدار؟ وقولي واش هادشي علاش مابقيتيش كتجلدار؟ شدي من هنا دوي معايا قولي دوي شوفي سعاده يلاه عافاك لدارنا ونهضرو. ما عندكم فين تمشيو؟ جات خلات تعرف كلشي وتفرقع هاد الرمانه. اليوم كل وحده فينا تعرف حقها ولا ليها ولا عليها. سكتي انتي. علاش غنسكت؟ كنت على حقي وحق ولدي. خليك سعاد. اجي مصطفى فين غادي؟ نمشي نشوف لا دير شي فضيحه. ما تخافش ما غيوقع عليها والو. هذاك راه غير توحيد ديال العيالات. دابا تفهم هادشي كان خصها تعرفو خصها تعرفو. خليني يا مالك كنمشي الله يرحم باك. فين غادي مصطفى؟ اجي لهنا. شنو هي مرتك وانا لا؟ هذا ماشي ولدك جايبها من الزنقه باغي تبعها؟ يلا سير تبعها. مصطفى مصطفى سعاد كدير دابا سعاد؟ الله يهديك علاش كتجمع في حوايجك؟ خلينا غير ندوي ونشرح لك. اش غتشرح لي يا سيدنا؟ اش غتشرح لي؟ فهمت كلشي؟ بغيتي تزوج وتولد الولد؟ انت ولدتي وانا فهمت عطيني اتساع بعد من ياسين مصطفى. الله يهديك يا سعاد انا راه اتفقت الامل باللي غتولدي عاد مشي تزوجت. قولها لي دوي معايا وقولها لي وطلقني وسير تزوجت ثمانية ما يجدك حد. ماشي انا جالسه كتقول راجل خدام عليا راجل كيجيب لي ما ناكل انا وامي راجل مسكين بالليل وبالنهار خدام وما مساليش وانت نعس فراش واحده اخرى. ديك الوحده اخرى هي مراتي يا زعاد. لا لا مرتك هي عادي. مرتك هي اللي بعت ارض جدودها على ودك ونسيتي راسك. نسيتي هي ما كنتي من الاول خدام عند عباد الله وكلشي كيجري عليك من قهوه لقهوه وانت كتقلب غير حيد فارك موسخين ما كتعرفش تلبس في حوايجك حوايجك كلهم موسخين. بعت دابا على ودك مصطفى بعت ورتي كامل على ودك مصطفى ولا دابا ولاتي سي مصطفى من القهوة دابا ولاتي كتعنى عليا وتقول لي هذيك هي اللي بنت الناس وهذيك هي اللي مرا. انت دابا سيدي هاد بنت الزنقة هادي هي غتمشي في حالها. خليني سيدي نمشي في حالي انا وبنتي وبصحتك الولد صحتك المرا صحتك بنت الناس وبنت العائلة. خلي بنتي ومشي في حالي. هذيك اللي كتهضر عليها راه بنتي حتى انا ماشي بنتك بوحدك. وملي دابا وليت كتحلي فمك وكتبجعي انا غادي نوريك الرجله شنو هي. ياك بغيتي تمشي بنتي انا ما كتخرجش من داري وانتي الا بغيتي تمشي غادي تمشي. وغاديش نمشي بلا بنتي غادي تمشي نمشيش بلا بنتي. والله غادي نمشيك والله غادي نمشيك وانا غادي نوريك غادي نوريك انا الرجله شنو هي. والله لا تمشي والله لا تمشي برا برا خرجي يا بنتي الزنقة هاي خرجي دابا يلا مصطفى ما تحلتي مصطفى حلي يا بنتي مصطفى شوية 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 مصطفى انا مزوجه فيك مصطفى. سي مصطفى
حشوم عليك الله الا لعيب وعارتي اللي كدير فيه راه موت بنيتك زعما هي اللي بغات تمشي الله يعاونها نهاد الشيطان الله يعطيك السلسله راه قلنا لكم هي اللي بغات تمشي فيك ما بقيتش باغا نهاد الشيطان السمس انت اللي تدير مابقاش دابا اللي ما بقيتش باغيك يلا حشوم عليك زيد يا بنتي بنتي ما غاديش تخرج من الدار ما خليت فين ما خدمت فين ما مشيتي كاينه تمارا على الاقل هنا ما كاين اللي تعدى عليك ما كاين اللي تفلى عليك واخا بيني وبينك مدام الحياني مره كتخرج فينا الجنون اللي فيها ولكن حال حسن من الحال مزوجه ساره مزوجه وعندي وليد وانا وراجلي كنتقاتلوا على الزمان ما شاء الله الله يخليك الوليد ويعاونك عليه يا ربي امين وانتي مليانة زعما مزوجة مخطوبة 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 هي غتعرض عليا العرس ونشطح لك لا اختي ما عنديش بو عرس حسن ليكم دوك فلوس العرس يرو ديروا بهم مستقبلكم مشي نجيب ماما سعاد الله يا ملك واش نتينا خدامة غير مع ماما سعاد راك خدامة مع كلشي عرفت مشي نجيب ماما سعاد هي الاولى ومن بعد مشي نجيب الاخرين عافاك واخا لالو سيري جيبي ماماك سعاد ماما سعاد يلا مشيو وصل وقت الغدا يلا مشي امشي عليك يلا ماما سعاد يلا يلا مشي ايه اصبح الله فين وصلتي لا والو لقيتيني سهيت شويه وصافي قولي كتفكري في حبيب القلب اش كتقولي يا صاحبتي غير كنفكر وصافي وفاش كتفكري علاش ماما سعاد ديما عاوتاني ماما سعاد واش انت ما عندكش شغل غتبقي مقابله غير ماما سعاد لا والو غير لقيتيني كنفكر علاش ماما سعاد ديما مسكينه كتبقى جالسه مسمره حدا داك السرجم هادشي فاش كنتي علاش انت عارفه القصه ديالها بيان سور كنعرف القصه ديالها شتي انا بجهد الله ما كاينش شي وحده انا ما عارفاش القصه ديالها دابا خليت نساليو هادشي اللي بينتنا ونعاود لك عجبك هادشي اللي درتي مصطفى اشنو اللي درت ما عرفتيش اش درتي ديتي البنت لامها هادشي اللي كدير فيه راه حرام ما هي اللي بغات داكشي وانا ما جريتش عليها وهذيك راها بنتي انا عش الشيطان هاد البنت لامها الدريه راه باقا محتاجه بما يا سيدي شكون اللي غيربيها لك كاين اللي يربيها بلا ما تهزو الهمس ياك مزيان تبارك الله يكرم صحيح السيمه كاينه راه جي ودي البنت اسيدي راه المخزن كاين في البلاد حاجه هذيك راه بنتي راه ماشي خاونها وانتم ديروا وجهتكم الله يرحم لك الوالدين هاد الدوسر كان ترزق فيها الله الله يعاونك ايوا حنا غنشوفو مزيان تبارك الله ايوا انت لك على السي مصطفى شكون قال يخرج منه هادشي
إيه ما عرفت فين كان مخبي هذا الشيء لبنتي. وتخالها اللي كان كيوقف معانا وديما في كتافنا راه مجبد في الفراش مريض حالته كيموت. سيمانه مسكينه وهي كتجلس حدا الباب بزز باش كندخلها تنعس وما عرف جا كتخرج. اخ يعني يا خوتي حلي ما كنت سحبني هذا الشيء غيطرى والله اخوتي ما نمشي للبلاد. واخا انت كاع ما مشيتيش للبلاد هذا الشيء راه مكتوب والله. انا غادي نشوف اش غديري دابا. اش غندير؟ غنمشي نطرق البيبان وغنمشي للمخزن نشوف اش غيدير معايا. وهذا الشيء اخوتي راه ما يبغي لا ربي لا عبدو. تاكلي؟ لا انا ما في ما ياكل غيكون انت بصحتك. شتي هذيك خيتي ثاني شنو دارت اليوم؟ شنو دارت؟ شوها فتحتنا قدام لي صوب اللي ما يسواش كاع الجيران تفرجوا. جالسه كتبكي وكتمرمد وكتمرخ تماك قدام الباب. بزاف هادشي يا مصطفى خصك تلقى لنا شي حل. اجي علاش حنا كاع ما نبيعوش هاد الدار ونخويو هاد الحومه ونمشيو نسكنو فشي حومه واحده اخرى ما كيعرفنا فيها حتى شي واحد ونتهناو من هاد الصداع. اش تقول يا مالك؟ واش انا غادي نخلي دار ونمشي نقلب على دار اخرى؟ انا فاهمه عندك الصح ولكن انا ما بقيتش واخده راحتي ما قادره ندخل لا نخرج. شنو نبقى جالسه هكا سد عليا محبوسه؟ علاش غادي تدخلي وتخرجي؟ كلشي كيوصل حتى لعندك. اه كلشي كيوصل حتى لعندي ولكن راه ماشي هكا. ما كاين ما ولكن ما كنتيش قادره تربي جوج وليدات قوليها. دابا وصلنا لهذا الشيء عشان الشيء اللي نفرطها في حقهم هذوك الوليدات. انا زعما غير قلت لقاو شي حل وصافي. الحل دابا لقاه. الله يهديك السي مصطفى. راه واخا تخبر شهرين ولا ثلاث شهور غادي يمكن ترجع ودير لك المشاكل. خاصك تلقى شي حل. ايوا اتي نبيل طلقها وغبر اليوم قبل غدا. الله يهديك المختار باش غادي نخلي قهوتي ونخلي داري ونمشي نبدا نعاود نقلب من جديد. الله يهديك اسي مصطفى ما حدك باقي ساكن هنا والمشاكل راه تبقى تبعك. غير البارح استدعى القته قلت لهم المعني بالامر غير موجود. واش انا غنبقى لك؟ هز وليداتك ومرتك وبات بات الصباح. اش قلتي؟ لا ما عرفت. سهاد اش كدير لبنتي هنايا؟ نوضي بنتي نوضي. نوضي نوضي يلا تدخلي الله يرضى عليك. نوضي نوضي عافية بنتي نوضي سعاد. سعاد نوضي بنتي نوضي نوضي الله يرضى عليك. نوضي بنتي تدخلي نوضي نوضي يلا تدخلي معايا للدار. نوضي نوضي عافية بنتي سعاد لا رضا عليك. نوضي بنتي نوضي.
الله يا اختي الله، هاد الزمان اللي ولينا عايشين فيه كيخلع. والله العظيم اش غنقول لك، شوفي سعاد كي تلات بها الايام كي كانت وكي ولات، ولات مسكينه تبات في الزنقه. اش غنقول لك، الرجال ما فيهم ثقه. واختي هي اللي دارتها لراسها، اش داها تخرج من محالها؟ كانت جالسه في دارها تجلس، الراجل ما دار عيب، تزوج على سنه الله ورسوله. ها حليمه جابها الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايرين؟ الحمد لله حليمه، طول عمرك. جابك الله حليمه. بغيت نسولك، اش درت سعاد؟ واش مازال كتنعس في الزناقي؟ واش غنقول لك، سعاد مره كتبغي تدخل عندك ومره ما كتبغيش، وجينا الله يخلف عليهم، كل واحد كيعطى داك الشيء اللي قسم الله. اما هذيك بنت الحرام ديال هذيك المسخوطه، مره كتشد الدريه وتحل الشرجم ودير لها بحالك وتسد عليها الشرجم، الله ياخذ فيها الحق. امين. وقولي يا حليمه اختي، سعاد تاني متى غتبقى على هاد الحاله مسكينه؟ لازم نلقاو لها شي حل. واه على البلاد ما فيها مخزن. مخزن اخوتي راه طريقه طويله، وخاصو الجهد وخاصو الفلوس، وما مسكينه مره كبيره ما عندها جهد ما عندها فلوس، ماشي بحال هذاك المخلويط ديال هذاك مصطفى، الله يتاليه بالبلا فهاد النهار، الله ياخذ فيه حتى هو الحق. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يدير لها تاويلة الخير. أمين أخوتي أمين، شتكم على خير. دوزي بخير حليمة أختي، خليناك على خير. هادي انتي؟ يا محمد. ندير اش من قد الصواب، بغيت غير نسولك. يلا سول سول. واش بصح غتبيع القهوة هادي وغتمشي شي بلاصة أخرى؟ مالك أنت دابا، نبيع ولا ما نبيعش، اشنو دخلك؟ لا المعلم، أنا غير بغيت نقول لك، ولا كتعرف شي بلاصة أخرى وديني معاك. وسير دير في شغلك، ما باقيش تخشي راسك في شي حاجة اللي ما كتعنيكش. حسيت هذا الكلام، حسيت هذا الكلام المعلم. وليدي الله يرضى عليك، اللي ما شوف من حالنا وردني للمليانه مزوقه فيك. الله يسهل عليك، راه بنتي تسطات السي مصطفى، راه بنتي تسطات. انا مزوقه، حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربي.
انا الشيطان حاجه انا الشيطان حاجه كيصعب خويا وليدي طلبوا لي انا مزوقه في كلمه طلبوا لي الله يستر عليك صافي غير كوني هاني الحاجه انا في العشيه ديما اجتماع العشيه غندوي معاه صافي ما غيكون غير خير ان شاء الله الحاجه يلا الحاجه يلا بدي صعب في الحاجه يلا الحاجه كوني هاني الحاجه يلا بسلام مرحبا زارتنا البركه زيدي دخلي واش انا تاع الدخول اخوتي قولي لي سعيد عندك الا اويلي انا على بنيت العالم الله بها فين ضيعه يا صدر ربي الحاجه من الشيطان شوفي هي راك عملي كاتشي راك تكون غير هما هنايا ولا كتدخل عندي وزيدونا انا شي سيمانه ما شفتها مهمتي 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 حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فيه هو سببها وضيعها على دارها وعلى بنيتها ما كاين بس ما كاين بس الحاجه غنعلى الشيطان وما تبكيش دابا بنيتك تجي شوفي كاع ملي كتجي راه الناس ديال الدرب هنا كلهم كيتهلاو فيها حكوني هانيه اخوتي اخوتي شديتها في البلاد تاعيت شديتها معايا في البلاد تاعيت وتقولي واخا جيتها بالسناس لطرطق ومتربي لقبل بنيتها أخوتي علي الشيطان الحجة علي الشيطان دابا ترجع مسكينة دابا ترجع الله يستر عليك الله يحفظك الله يخلي لك وليدات كلمة واش داعي عندك الله يخليك بلا جميلة ويلي تحنا راه بنيتنا تحنا بنيتنا راك عارفة الكبدة الحبيبة الله يستر عليك صعيبة الكبدة صعيبة خليتك على خير أخوتي نمشي نشوف جيت الجردة ولا في قصر سي مختار سي مختار أفين سميتي جاك الناس سي مختار سي مختار واش في خبارك هذاك اللي بغى يشرب القهوة مو حلي الكراسة شنو هذا الشيء شنو مختار واش أكتر النكات هاد المعلم ديالك غيجي ولا باغي يجيش سي مختار غيوسع خاطرك هو اللي خرج غير هنا وغادي يجي راك مقلق والله ها هو جا عمر طويل بس سير جيب شي قوان حساب وسير واخا مختار ياك ما خليت كتسنى وهيقتي يا صاحبي اهو فين كنت ايوا انا جيت فكرتي بداك الشيء اللي قلت لا ما عرفت شفتي عاوتاني هادو اش داروا حتى قلنا تهنينا منهم وغبروا وعاودوا جاو تاني هي سي مصطفى راه هي ما كديها للبلاد مره مره ولكن كتهرب وكتجي لهنا مره كيدخلوها الجيران مره كتبات في الشارع حتى فضيحه وصافي مختار شوف لي اللي يشتري الدار ايوا دابا تكلمتي انت وقفتي على هضرتي اش غنقول لك دابا راه العقار طايح شويه غتخلي لي شويه ديال الوقت ما كاين مشكل ايوا والقهوه اش غدير فيها لا القهوه غادي نخليها من بعد نبيع بعد الدار ونلقى شي وحده تكون بعيده من هنا ولا كي نقولوا فيها الدراجات باش نحاول ندير فيها قهوة وديك الساعة نبيع عادي مزيان المهم نهار تبغي تبيع القهوة أنا الشاري مالك تشوفها صح اللهم فيا ولا في واحد آخر جدة هاي ماما سعاد هاكا ولدي عطيها الليمونة عطيها الليمونة ماما سعاد هاكا الله يا ربي الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله يلا حبيبي سوي
بعد. ها بنيتي الله يرضي عليك، يلا معايا للدار. يلا بنيتي يلا. سعاد بنيتي راه الحلو شحال هادي، ما بقاو ساكنين هنا. فين مشاو تا واحد بنيتي ما عرفهم فين مشاو. يلا معايا للدار الله يرضي عليك. عافا بنتي عافاك. يلا بنتي يلا يلا معايا عافاك. يلا يلا يلا. وليلي طويل ما عنده نهاية وشمعي قليل لا من يواسي. ليلي طويل ما عنده نهاية ودمعي حوري البحر. انا راه عيت مع هاد مسخوط الوالدين وما باغيش يفهم. تبقاش تدوي على بحال هكا صاحبي، ما تبقاش تدوي على بحال هكا. واش عرفتي شكون هذيك راه حوريه صاحبي؟ راه كنبغيها. واش عرفتي شنو كنبغيها؟ وكنبغيها عباد الله كنبغيها. واسمعي انت ما دويش الحب خليه. انا راه نوض ليا الحبوب، راه مرضني فين ما نبغي نطلق الدماغ ديالي كتبوا ليا بهاد حوريه حوري. ما تخصصش لي الصبعة ديالها صاحبي، ما تبقاش تدوي على بحال هكا. راه كنبغيها صاحبي، راه كنبغيها. اسكت اسكت اسكت. صافي صافي اسمعي خليه، تيبغيها خليه. شتي هذا راه قديم، هذا راه تحفة. حطوه في هذاك المحل اللي عساس عليه. شتي ذاك المحل اللي عساس عليه أنا؟ هذاك راه ذوك التحف اللي فيه تيعملوا له ملاير والناس زايرين الثقة فيه. شتي هذيك مسخوط الوالدين هذيك؟ راه ما كتعرفهاش مزيان. وخليني ساكت قبل ما نبدا نتشتت. شتي دابا غادي نسيكم في حوريه وفي توريه وفي السعديه. واو دايزه مشى على الضواو، قرطاسه خارجه بلا عساسه. غير شفتك وعشقتك نغضى القرض. نوض نغضى القرض نوض. وامسح الويلي دخلي امسح الويلي وتخرجوا عليا. انت مالك ما وقع والو صاحبي؟ اش كتصعب وقع صاحبي؟ والو ما وقع والو، هادشي كاع هو والو. دخلتو وجهتو معايا تصدي الحبس. كتقصش من الحبس خاصني ولا عيب الله صاحبي. سكت سكت سكت. تمني اول مره غنديروها صاحبي، والتدشي راه هادي عندنا حنا، ما كاين حتى مشكل صاحبي. ماك مرعوده صاحبي مالك؟ هري هري الله يرضى. تطلق كنضرب وما باغيش يضرب. والله لا تضرب. يلاه راه قلت لك كنضرب. اه
سارة سارة نعم المعطيش كاين هذيك المساعدة الجديدة اللي جات الصباح سميتها مالك؟ اه مالها؟ قول لها واحد السيد جا كيتسنى في الباب واخا نقول لها مالك؟ مالك؟ بغيتيني صافا مالك شوفي واحد السيد كيتسناك في الباب على برا شي حد كيسول فيا فيك انت وي هذا انت علاش كاين شي حد اخر من غيري انت عارف بلي انت اللي كاين وما كاين ما احسن عاود نسمع وصافي بلا ما تحشمني علاش جيتي دابا صراحه توحشتك مع النهار الاول ديالك في الخدمه قلت نجي ندوز نطمن عليك كلشي مزيان الحمد لله ياك ما تما شي واحد تيتبسل ليك في الخدمه والله حتى دابا ندخل نخنش شبوه لا لا ما كيتبسل عليا حتى واحد فين ما نضطرات بعدك تكملي فين حبستي البارح هاكا مولتي الله يرضى عليك امين الله يرضى عليك بنيتي مالك هاي هاي حني كتمنوري صافي يا لالا بلا ما تهضري واش هاك فاضحك ياك بعدا شكون هادي اللي عندك خطيبك جا غير يسول فيا كيف غادي اول نهار الخدمه ديالي اييه يا لالا سعداتك بيه رومانسي بان ليا بزاف ايوا مزيان عرفتي انا توحشت ولدي بزاف هادي شحال ما شفتو وزيري معانا دابا واش ولدك ولا راجلك قولي بجوج عاوتاني ابنادم راه قلنا لك ما بقاوش ساكنين هنا واش تفهمي العربيه رحلوا ما بقاوش ساكنين هنا خليني نرتاحوا الله يرحم لك الوالدين وبزاف مالك أولدي حميد جدك حتى أنت طيح لك الضيم هانت وحش في المعلمة وانت وحش حتى القومة هذه إيوا أنا راه هضرت لك مع المختار باش تبقى خدام معاه واخا المعلم هذاك السيد ما غنتفاهمش أنا وياه زقرا زكار ماشي بحالك المعلم المهم انت دابا ملي تجلس معاه وتفاهموا ديك الساعه تيبقى جولكم وبيناتكم المهم انك تبقى خدام فين هو دابا هو باقي ماشيش واحد السلام عليكم عليكم السلام سي مصطفى يلا سيدي سي مصطفى كنظن دابا هذه كلها بلاصتي عندك الحق سي مختار قهوتك هادي دابا تشرب شي حاجه المعلم هايلك كنتي غتخلص عليه مرحبا حتى هذا كلام اش تشرب المعلم شكرا اولدي حميد انا جيت غير نعطي السويرتات تاع المختار ونتصرفت معك سيجيب لي شي قوالة الصور ديال المختار ديك الساعة انت اللي بغيتي تبدلهم من بعد شغلك هذاك ضروري غادي نبدلهم
قال لك ربط تلقى ما تلقى. حميد معلم انت وحشك بزاف. واش دابا هو غادي الاريان حارق؟ سير جيب لنا قهوه سير. سي مصطفى ما نوصيكش من الاحسن تخبر ما تبقاش تبان هنا خصوصا داكشي اللي وقع عليها مؤخرا وما اللي مات بالفقصه. لا كيبان لي ما فراسك والو. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. واش دابا هاد القهوه ما شربوهاش؟ ها هي المعلم موجوده. هاي هاني المعلم. غادي تجلس تما نتفاهموا بعدا. حتى هذا كلام. انا المعلم. اولا غتحيد هاد كلمة حتى هذا كلام. حتى هذا كلام. سعاد الله يا اخوتي الله واش هاد الحاله اللي انت فيها. الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب. عقلتي عليا سعاد؟ انا السعديه. عندك وليدات انت ياكي؟ عندي يا سعاد عندي. تهلاي فيهم ولعبي معاهم. انا عندي لطيفة تلعب معها كل نهار كل نهار كنلعب معها. تلعبي معها؟ سعاد يلا معايا للدار. الله يرضى عليك. يلا معايا للدار. الله يرضى عليك يا سعاد. يلا معايا. الله يشوف من حالك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يشوف من حالك. شوفي ع صبري صبري انا غنمشي نعيط لومبيلونس ونجي عندك. ع صبري صبري. دكتور اش كديري انت بعدا هنا؟ ممنوع تدخلي البلوك. اسمح لي يا دكتور انا جيت مع هذيك السيده اللي بغات تولد سميتها سعاد. مبروك تلات عندها بنيتها. الحمد لله الحمد لله على سلامتها. دكتور بغيتي تقول لي شي حاجه؟ هو في الحقيقه لي زانفيرميير جاوا باش يهزوا البنت. السيده بدات كتغوت حيت ما باش تطلق منها. وعلاش؟ شداتها واحد لاكريز ودكينا لها واحد البرد باش تكون ماشي شويه. دابا راه نعسات مسكينه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والسيده ما عندها حتى شي حد؟ عند الله سبحانه وتعالى. ايوا انا خصني ندير الاجراءات القانونيه. السيده ما مجوجاش ما عندها لا هويه لا حتى شي حاجه وزيدوا السيده مريضه نفسانيا. انا ما يمكنليش نخلي لها لو بيبي. دابا هاد الهضره كلها دكتور كتقولها ليا باش تشدوا البنيه عندكم. لا لا واش تقدري تكلمي؟ هادشي اللي كنقول لك انا مصالح البنت وزيد انا دخلت السبيطار بلا ورقه بلا جوج. صافي عام ما عندها لا ورقه لا جوج تموت هنا. انا كندير القانون والله يخليك عافاك ما توقفي ليش هنا. اختي اختي عافاك سمحي لي هادي البنيه ديال سعاد. اه هي هادي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله دايره بحال شي ملك. تبارك الله. ماما سعاد
ماما سعاد. ماما سعاد انا جايه، انا نازله عندك دابا. ماما سعاد، يلا نمشي. يا ماما عفك. ترى برد الحال، شوفي مقعدة واحد في الشرطة. يلا امشي. السيدة اللي دويت لك عليها الصباح مسكنة اونديكابي، دارت اكسيدون هي وراجلها، راجلها مات الله يرحمه، وهي مسكنة تشلت نصها اليمين كله، ما كيتحركش، ما كدويش وما كتمشاش، وعندها حالة نفسية شوية. مهم عافاك، بغيتك تهلاي فيها مزيان وحطيها في عويناتك، الله يعطيك الستر. تكوني هانية مدام. وي دخل. بونجور سارة، احسن بنت عندي هنا في المؤسسه هي اللي غادي تهتم ان شاء الله لاله مليكة. هذه لاله مليكة نازله جديده عندنا، وهادو وليداتها بلال ولطيفه. مرحبا بك لاله مليكة. غادي تهلاي فيها مدام ياك. كونوا هانيين، غنديرها في عينيا. ميرسي. دونك كنظن صافي نمشيو. لا عافاك سارة، خدي لاله مليكة الشومبر ديالها. ديما مدام اش من شومبر فين ديها؟ خديها ل خديها ل 18. داكو. اسمح لي. كونوا هانيين، غادي نتهلاو فيها ان شاء الله، ما يخصها حتى شي خير. النهار اللي تحتاجوا تبغيو تسولوا فيها باغ تليفون ولا تجيو مرحبا، المؤسسه مفتوحه لكم. ميرسي مدام. ميرسي مدام. طيب ان شاء الله نجي عندك انت الاولى. تبغي نجي عندك انت الاولى؟ ولكن خصك تنسي. هذه السيدة اللي جات جديدة، هذه هي لاله مليكة. عاوني عافاك. ساليتي ماما مسعود؟ اه صافي ساليت. صافي غير سيري شوفي لي زوطخ شومبر. داكوغ. يلا نشوفك غدا ماما مسعود. لاله مليكة، انا غنمشي نجيب لافاليز ديالك واخا، ونخليك مع ماما سعاد.
قلبي لو تنيا مهما يطول لها العمر مهما يدول لها الجمر مهما يعيشه